الجزائر تنتخب على رأس منظمة أفريبول، ذلك ما أصفرت عليه الجمعية العامة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي. ترأس الجزائر للأفريبول ممثلة في شخص اللواء عبد الغني هامل جاء نتاج جهود وخبرات جهاز الشرطة الجزائرية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. تم اختيار إذن الجزائر لرئاسة هذه الدورة لفترة سنتين، وتم إذن انتخاب أوغندا كالنائب الأول للرئيس، ونيجيريا كالنائب الثاني للرئيس، وجمهورية الوسطى سنتر أفريك كالنائب الثالث، والمقرر رابورتور لزامبيا. توجه إليكم جميعا بخالص الشكر على الثقة الكبيرة التي وضعت في شخصي بتكليفي برئاسة الجمعية العامة للأفريبول، وأنا جد سعيد بهذه المهمة النبيلة في خدمة أجهزة الشرطة الإفريقية، كما أنني أتعهد من هذا المحفل بالعمل جاهداً على تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الجميع. وفود أجانب ينوهون بدور الجزائر في لم شمل الدول الإفريقية ومساعدتها على توحيد الرؤى وتبني أفكار مشتركة حول التصدي لجميع أشكال الجريمة في القارة السمراء. نقدم التهنئة لسيادة اللواء عبد الغني هامل على انتخابه رئيسا للأفريبول. الشرطة الجزائرية تعمل بجهد وعمل منظور ومشكور من قبل كافة الدول العربية وأيضا الأفريقية. الجمعية العامة للأفريبول التي تختتم أشغالها الثلاثاء شهدت مصادقة على مختلف اللوائح والقوانين التي ستسير هذه الهيئة، كما عرفت أيضا التفاف مختلف الأعضاء الأفارقة على أطروحات الجزائر الرامية إلى تفعيل عمل أفريبول ميدانيا.